السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نتقابل النهارده في فيديو جديد. اللي معنا ده اول مره يجينا في القناه بالحاله ديت. ده راديو ايتون ايليت 750 اهو، الجهاز بالكرتونه جديد زيرو لم يستخدم. ده امانه طبعا بتاع صديق عشان يجينا بالحاله ديت. ده مع الادابتر هو الاصلي، ده ادابتر 110 بيخرج 6 فولت للراديو. ده الكتالوجات المانوالز بتاعتها ديت، ودي العلبه بتاعت الجهاز. الجهاز اهو بحاله المصنع زيرو لم يستخدم. دلوقتي فتحناه للتجربه. الجهاز دوت بيشتغل باربعة حجر قلم، وبيشتغل بادابتور 6 فولت، بس هو نازل من بره الادابتور اللي معاه 110 اهوت. انا حاطط طبعا فيه اربعة حجر طرش 6 فولت. ده الكهرباء بتاعته الترانس اللي معاه 110، ده بياخد 6 فولت بالادابتور. ونشوفه مع بعض. الجهاز ده وزنه 2 كيلو ونص بالظبط، صافي من غير اي حاجه خالص. عرض الجهاز 37 سنتي في ارتفاع 17 في عمق 13. ده صنع في الصين. ونشوف مع بعض. This radio is Eaton radio multiband FM DM and SW digital model Elite 750 made in China. الكرة النسائية. من سورة هود تلا على خلال الساعات القادمة من أجل الترتيب للفترة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية. اشتبكت قوات حزب الله اللبناني وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 41,000. طبعا الجهاز كده عمل سيرش لوحده بالمفتاح اللي هو السيرش الأوتوماتيك. والجهاز لما بيدوس على أي قناة كده احنا هنجيب بينقل لوحده. هنشوف مع بعض. إسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي من القاهرة. نظم القرآن وأسلوبه في مرحلتيه المكية والمدنية، خاصة في شو اختيار الاغنيات. اشرف عز الدين هندسه الهواء معاكم على الهواء الماضي. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بالقطاع، أسفرت عن استشهاد 23 الحرارة وسحب منخفضة ومتوسطة. الحريم حافظ الحلوى حياتي الوالد اهواك بلاش العب. انت بقى تطلعي من باب حاجه جديده، حاجه مختلفه. يعني نوضح المعايير اللي على اساسها اختيار الحكام للقائمه الدوليه وترتيبهم بالترتيب الواحد في ثلاثه. يعني التعامل ده كابتن محمد، وفي لجنه حكام جريئه وده سلطان. هنا لقاء كمان مع نجاب. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو ايتون جريد زيرو لم يستخدم بالكرتونه بتاعته، الكتالوجات اهيت والحاجات بتاعته كلها. ده بيشتغل بادابتور 6 فولت. الجهاز دوت الادابتور معاه 110،
وبيشتغل بستة حجر تورش. الجهاز ده صنع في الصين، وقلنا وزن الجهاز 2 كيلو 500 جرام 2 كيلو ونص. عرض الجهاز 37 سنتي في ارتفاع 17 في عمق 13 سنتي. الجهاز طبعا زيرو لم يستخدم زي ما قلنا، صنع في الصين. ان شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم، نتقابل في فيديو جديد.